جاء بسيادة فكبت وجوههم في النار قد
نقضي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ضربت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لقوي مبين. فلما أرى أن يبتش الذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجر القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن ثمنت عشرة من عندك ما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجل قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي من شاطئ الوادي لمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وكن اليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوني واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي لكي يصدقني اني اخاف ان يكذبون. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بي
لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده بالأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأدمناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. آتينا موسى كتابا من بعد ما أهلك القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب قربي قضينا إلى موسى وما كنت من الشاهدين. ولكنا أرسلنا قرون فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا لكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادنا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا